نحن في الحقيقة عندنا مع المثقفين كثير من العبارات اللي يمكن ما يرضوها كثير. نحن نعتبر المثقفين جادين بالقدر الكافي، زي ما قال السيد رئيس الجلسة المرة اللي فاتت كانت كلمتنا هنا عن المثقفين، حقه يكون المثقفين في مستوى أمانة الثقافة. البلد ده في خطر حق، لكن ما حد شاعر. نحن قبل شوية لما جات محكمة الردة وقفنا بالصورة دي، ومحكمة شرعية بصورة متهافتة تعدت على حق أساسي للمواطن، وده ضد الدستور. الناس ما تحركوا بالقدر الكافي. في نوع من العطف، في نوع من التجاوب، في نوع من نشر أفكارنا، لكن ألجئنا لأن ننشر أفكارنا بالمناشير، لأن الصحف ما في مستوى أن تواجه بالشكل ده. كل واحد خايف على نفسه وعلى صحيفته أن تكفل، لغاية ما يخطب السيد إسماعيل الأزهري واجه القضاة بالصورة دي. المسألة مصعدة هي، لكن حق الناس الأحرار المفكرين يستجيبوا قبل ما يدوا أنفسهم في الموقف الحري. والفرق بين المتعلم والجاهل أن المتعلم بالمحل خطر من بعيد ويستجيب له، الجاهل يبقى زي حكاية الخراف، يضبح واحد هو في الزريبة منتظر بكرة يضبحوه هو بالصورة دي. أهل المسألة ماشية بالشكل ده. حقيقة كلامنا ده هسع مش كلام ترف، في كثيرين قبل مواقفنا الأخيرة بيفتكروا أنه الحزب الجمهوري آراه زي متعة ذهنية يمكن الإنسان أن يقعد لها في كرسي هادي ويعدي فيها أمسية ويمشي لا عليه بكرة. لكن أنا أكد لكم أن الآراء دي مسألة حياة أو موت، وما بيستطيع إنسان شيوعي أو إنسان ما ملتزم بالإسلام أن يقول هو ما عاد الشريعة الإسلامية، ما يمكن يقولها. وانتوا هسا لو تشوفوا تعليقات، مثلا تعليق زي تعليق ببكر عوض الله بدأ بذكاء شديد ومواجهة شديدة، لكن لما جاء في الآخر مع، لأنه ما بيقدر يقول أنه الكلام اللي قالوه الجماعة دي مش الدستور الإسلامي، والشريعة الإسلامية ما في المستوى المطلوب، متخلفة، لابد أن ترتفع للمستوى اللي بيدعو له الجمهوريين. ما يقدر يقول الكلام ده. لما ما يقدر يقول الكلام ده يبقى يموع عن المواجهة. في الحقيقة الجمهوريين وحدنا اللي يمكن يقولوا أنه الدستور الإسلامي مش هو اللي بتدعو له انتو. الإسلام مطلوب، لكن ده جهالة مش الإسلام. في المدى ده الجمهوريين ماضين في أمرهم، لكن نحن بنعتقد أن وقود الحركة دي حقه يكون المثقفين قبل أن يكونوا الناس العامة. ما أعرف، سنة التطور كلها جعلت أن وقود الحركات التحرورية العامة. السبب أنا أفتكر أن الناس اللي عندهم امتياز في الوقت الحاضر ما عايزين التغيير. التغيير بيجي ضد مصلحة الإنسان الممتاز هسا، أو هكذا يخيل له. لكن الوضع ده في مرحلة التاريخ مختلف. حتى صاحب الامتياز ده التغيير بيجي لمصلحته، لأن التغيير راح يجي لرفع الناس الفاهمين في الوقت. الاستمرار في الوضع الحاضر بيجي لرفع الناس الجهلة. وانتوا شفتوا كلام الأزهري في رفع القضاة الشرعيين على المدنيين، مع إن المدنيين على فندية ديل هم اللي تسببوا في نصرة البلد ده، في تحريره، في محاربة الاستعمار، في الوقت اللي خنعوا الناس اللي عايز يرفعوا إسماعيل الأزهري اللي يعطيهم السلطة العليا في البلد. فالتغيير مؤكد لمصلحة الناس الفاهمين، لأنه الدعوة دي دعوة للوعي. ما حق الناس اللي قبالك هم وقود الحركة الوطنية يتقاعسوا عنها لتجي الجهالات اللي قبالك كانت أمصار للحكم المتخلف من رجال الدين على إطلاقه، والشرعيين بصورة خاصة من قضاة الشرعيين، ليجوا يكونوا عندهم السلطة العليا بكرة وبقدرة قادر وبجرة قلم. إسماعيل الأزهري بيفتكر أنه لو قضاة الشرعيين أصبحت عندهم السلطة العليا يصبح البلد ده بخير. فأنا أفتكر دي نهاية المسخرة ونهاية الجهالة، وحقها تواجه في المستوى اللي يستطيعوه المثقفين. وما أعتقد أن حق المثقفين يتخلفوا، لكن أكد لكم أن المثقفين لو يتخلفوا رايحوا الناس المؤهلين لها، وبكرة لا يلوم المثقف إلا نفسه، لأنه تقاعس ورضى بحظ من الحياة الدنيا دون الحقيقة التي تلقيها عليه واجبات الثقافة.